بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نفتح ملف قاعدة البيانات بعد ما أخفينا الشريط الجانبي هذا، تضغط شيفت، بضلك ضغط على شيفت وانتر، تمام؟ هيك اذا بيظهر عندك وبيلغي اللي هو البدء اللي احنا حددناه المرة الماضية من خيارات. لما اجينا على قاعدة البيانات الحالية حددنا هنا نموذج المسابقة هو اللي يبدأ فيه، وشلنا جزء التنقل هذا، عملنا له ايش؟ ازلنا الصح اللي هنا. عشان تفتح قاعدة البيانات بتضغط شيفت، وبتضلك ضغط شيفت مع اللي هو اثناء عملية ايش؟ الفتح. طيب هذا اللي احنا وصلناه، عملنا النموذج وعملنا سابقا التقارير، اللي اسف الاستعلامات. الاستعلامات يا اخوان اذا كان بدي اياها للعرض يجب ان تعرض من خلال تقارير، تعرض من خلال ايش؟ تقارير. فعندنا هنا مثلا أسئلة لم تنجز، تمام؟ خلينا أعتقد إن إحنا بدناش الأسئلة التي لم تنجز، بدنا الأسئلة التي أنجزت، التقرير اللي أنا يعني جاوبت عليه وجهزته. بعمل نسخة من التقرير هذا من الاستعلام، هي نسخ وهي لصق، كنترول في، وبدي أكتب أسئلة أنجزت، أشوف إيش اللي أنجزته أنا ليكون عندي درافت، يكون عندي اللي هي إيش؟ مسودة أنجزت، تمام؟ نشوف أسئلة أنجزت إيش بدنا نعدل فيه. طبعاً هنا إيش؟ المسودة مش إز نوت نال، إز نال هذه المرة بدها تكون. ليش؟ لأنه إذا فضيت المسودة معناته إن أنا استنفذت كل التفاصيل، تمام؟ اوكي، بكون انا طبعا كاتب الاجابه هنا بالشكل اللي انت بتتوقعه، تمام؟ أوكي. هذا الاستعلام بدي اعمل له تقرير، اعمل له ايش؟ تقرير. فكيف بدنا نعمل التقرير؟ بنروح على انشاء. هنا في عندنا شاشه للتقارير، تقارير كثير الصراحه، والنماذج كثير، والمعالجه والاستعلامات كثير، اخذنا اجزاء منهم وليس كلهم، يعني شغلات كثير موجودة لكنها غير مطلوبة منا على الأقل حاليا في المساق، لكن أنت بتحتاج إنك أنت تطور إمكانياتك إن شاء الله. معالج التقارير، هتلاحظ إنه أنا محتاج أبني التقرير تبعي إما على جدول أو على استعلام. الوضع الطبيعي إنك أنت تعمل استعلام، الوضع الطبيعي إنك أنت تعمل استعلام. فأنا حنزل تحت بخلص اللي هي الجداول، أبدأ أنزل على الاستعلامات. أنا بدي أبدأ على الأسئلة التي أنجزت، بدي أودي اللي هو الإجابة وصيغة السؤال، تمام؟ المسودة هذه ما بتلزمني، ليش؟ أصل إن أنا أخفيتها في الاستعلام، لأن أنا خلاص حطيت عليها معيار إنه أنا ما كتبتش حاجة في المسودة، فضيتها، كل الأفكار اللي أنا فرغتها وأنا بعمل في المسودة كنت اخذ منها جزء وامسحها، ما اخليهاش حتى اعبي البيانات. اوكي، التالي. الان هو بيسالني، بيحكي لي بدي اجمع لك البيانات حسب حاجه معينه، انا ما بدي يجمع لي ولا اي حاجه، تمام؟ فهذه مستويات تجميع، مستويات تجميع في التقرير. الاصل هنا في صوره مبينه، عندي اشكاليه اكيد في طريقه العرض، مش اشكاليه. انت هنا ما تصدر هذه، يعني مستويات العرض مش هناخدها ولا نتطرق لها اصلا، لكن تجمع البيانات حسب مستويات معينه، تمام؟ تتذكر يوم ما اخذنا الحقول المحتسبه في الاستعلامات، ما عملنا مجاميع ولا ما عملنا هش الصم والماكس، اخذناها. التالي ايش بدك ترتب البيانات حسب مين؟ انا ايش مسوي هو؟ انا في اشكاليه واجهتني بصراحه. أنا هو حاطط لي الإجابة هي إيش؟ فالأصل إن أنا أضغط هنا، تمام؟ وأعمل استرجاع لها، بس يبدو الشاشة مش مساعدة عندي هنا، ملاحظين؟ فهيجيب لي بس اللي هي صيغة مين؟ السؤال، ومجمع لي إياهم حسب مين؟ الإجابة. فأنا حشيل الإجابة هذه لورا وأمشي صيغة السؤال وخلاص، تقرير عادي، لأنه جاي من جدولين. الآن زي ما انتم شايفين في عمودي وفي جدول وفي ضبط، عمودي وجدولي وضبط. عمودي سجل واحد بعرض،
جدولي عدة سجلات ضبط نفس العمودي، لكن العناوين في الأعلى هي باللون الأحمر. هذا الورقة لما بدك تطبعها بالأفقي ولا عمودي؟ طباعة التقرير خليه عمودي الآن، تمام. وهذا الخيار خليه موجود على أساس يطبع لك إياه في ورقة، ما يصيرش عندك أكثر من ورقة ويطلع معك فراغات. حتى لو ضفت سنتي أو ملي حتى أو 2 ملي زيادة عن الورقة، بيضطر يطبع ورقة إيش إضافية فاضية في هذا الاتجاه. فخليه يحطه في إطار الـA4، خليه بنفس الشكل. هاي حط لي أسئلة أنجزت، هل قمت بعمل خطة شخصية لك كطالب؟ الإجابة أنا ما حطيتهاش بصراحة، طول لما اخترت ما اخترتهاش. كيف بدي أضيفها؟ التقرير الهدف منه إنك تطبع، التقرير منه إنه أنت أنجزت بدك تطبع، هاي الهدف من التقرير. طلع البيانات ورقية أو تطلعها PDF أو تطلعها HTML، هذا كله أنت بتتحكم فيه. الآن بدي أروح أعدل على التقرير. التقرير مهم كتير جدا، اللي هو العناوين اللي في الأعلى هذه. لاحظوا المسافة هذه شمالها كبيرة، تمام. فبدك تسحب هذه وتصغرها هيك، تمام. بدك تصغر اللي هي المسافة تقريبا 22 21، بتكون هيك في الإطار في الرينج الـ A4. طيب في عندي غير صيغة السؤال، في تحت بدي أحط الإجابة نفسها، بدي أجيب الإجابة. أنا ما حطيتها توي، فبرجع على تصميم مرة ثانية. أي حاجة أنا نسيتها، هذا الكلام بنطبق في النماذج وبنطبق في التقارير. أي حقل أنا ما جبته من الجدول أو من الاستعلام وبدي يظهر على التقرير أو على النموذج، باجي على شاشة التصميم وفي عندي هنا إضافة حقول موجودة، بضغط عليها تطلع لي قائمة. إيش اللي بدي إياه كمان؟ بدي اللي هي أخذت صيغة السؤال، بدي الإجابة. فبمسك الإجابة وبأرميها في المكان هذا. الآن خلصنا، بدي أرتب الموضوع. طلع عندي حاجتين، لاحظوا في تحت مخفي إيش؟ الليبل زي هذا. الليبل هذه الشباب هي موجود تحت، في عندها هذه وهذه، عشان أطلع الليبل، وهذا كلام ينطبق على الأكسس، آسف على النماذج وعلى التقارير. ها، باجي من هنا على الزاوية هذه، ممكن أسحبه. شفتوا الليبل؟ هذا هو الليبل. الآن لو حركت هذه بتتحرك معها الليبل تبعها. بدي أحط الإجابة، كيف بدكم إياها تكون؟ تحت بعض. هذا التنسيق راجع للذوق عندك، يعني كيف أنت حابب يكون التقرير، أو كيف الناس صممت أصلاً التقارير عندهم. لأنه أنت أصلاً لما بتبدأ الأكسس تطور، بتكون ماخذ تقاريرهم ونماذجهم المؤسسة اللي بتشتغل فيها، وبتبلش تحولها لأكسس. فالآن بدك ترجع تصمم لهم نماذج شبيهة جداً في اللي هي النماذج الورقية، أنت بدك تعمل لهم إياها تقارير، بدك تعمل لهم إياها تقارير. في الحالة هذا أنا بدي أعملهم كلهم بنفس العرض، كلهم بنفس مين؟ العرض. كيف بدي أسوي؟ بسحب هذول هيك، هنا حددت الكل. زر الماوس اليمين، محاذاة إلى اليمين أول حاجة. الآن أنا حددت الجميع، هي مجرد إنك أنت تعمل هيك بتحدد الجميع، تمام؟ بزر الماوس اليمين حكيت له محاذاة، جبتهم كلهم على اليمين. يعني أقصى اليمين ضح كلهم صاروا زي بعض. ممكن غير المحاذاة أعمل الحجم، أحكي له الأعرض، أحكي له إيش؟ الأعرض، حيصير أعرض واحد زي كلهم، أيهم كلهم صاروا الأعرض، تمام؟ بالشكل هذا، هذه الإجابة ليبل وهذه هي البيانات. بدي هذه وهذه يكونوا ملتصقين زي هذول مع بعض. بعلم التنين هذول مع بعض، بعمل محاذاة إلى أعلى، محاذاة إلى أعلى. أيهم صاروا زي بعض، تمام. بدك تكبر هذا المكان كبره، أو في حاجة في التقارير ميزة حلوة خاصية في أي حاجة في مربعات النص مثلا، هذا مربع نص. تعال على الخصائص زي ما خشينا في النماذج، في عنا خصائص وفي هنا خصائص لأي حاجة في التقرير. نزل الماوس اليمين ونزلنا على خصائص. في التنسيق لمربع النص في حاجة اسمها قابل للنمو وقابل للتقلص، شفتها؟ هذه محطوطة نعم. يعني الآن لو المكان لا يتسع لهذه بتنمو، تكبر. مربع النص شماله بيكبر، تمام. في الحالة هذه أنت حطيت السؤال الأول، فيك إنك تحط هنا ليبل رقم السؤال مثلا، صح؟ رقم السؤال. كيف بدي أحط رقم السؤال هنا؟ بجيب مربع من هنا، هاي هذا مربعات، مربع نص اسمه، إيش اسمه؟ مربع نص. هذا ليبل، هذا اسمه ليبل، هذا مربع نص.
بدي اجيب مربع نص هنا واحط. هذا ايش حكى لي هنا؟ عنوانه نص 7، هيك كتب لي عنوانه. ها بدي اسحبه من الزاوية هذه، بدي اصغرهم يعني الحجم اللي انا اشوف فيه عملية العرض. تمام، هاي نص 7 مثلا، حط الاثنين نفس العرض زي الماوس اليمين، محاذاة الى اليمين اول حاجة، بعديها الحجم الى الاعرض. تمام، ليش بعمل محاذاة الى اليمين في البداية؟ لأن لو ما عملتهاش احيانا بشد هيك في بروح بوسع مين؟ بوسع هذه الصفحة هيك بتصير. تمام، انا ما بدي اوسع. طيب انا ايش بدي احكي له؟ متسلسل. ها ميم متسلسل، انا ايش بكتب عشان يعمل لي رقم متسلسل يبدأ من 1 2 3 4 5؟ لا، باجي جوا اللي هو مربع النص هذا بالضبط، باجي على اللي هو البيانات، بكتب مصدر عنصر التحكم يساوي 1، بكتب لي يساوي 1، هذا صار حق المحتسب. تمام، وانتر. هذا هيك بنعمل الرقم التسلسلي. هنا مجموع تراكمي بحكي له، هي مجموع تراكمي في عندنا خيارات. تمام، حط شامل. تمام، ايش بصير هو؟ السجل الأول 1، السجل الثاني 2، السجل الثالث 3 4 5 6، بصير يزيد. هيك إذا بنعمل الرقم التسلسل. فيك تحط صورة في التقرير، هذا حلو، حط شعار مثلا أو حاجة زي كذا. تمام، هاي هذا العنوان. لو بدي أحط صورة مدورة، بدي أحط هذول مع بعض، وهذا إلى أعلى مثلا، وأحطهم هنا في النص. حابب تعمل مربع، أنا في بوفر لك مربع وتعمل له تعبئة هيك على أساس تميز كل سؤال بسؤال. وهي هذا مربع، اجي على مين؟ اجي على الكلام الموجود. هذه مهارات الشباب، فيك تطبقها كمان في النموذج. تمام، هذه نفس الحركات تطبقها في النموذج، باستثناء لموضوع اللي هو مربع النص هذا بيساوي 1، ما بتقدرش تعمل يساوي 1. طيب كيف بدي اخليها هذه لون لها لون؟ هاي فيها لون التعبئة الخلفية، مثلا بدنا نحط لون ازرق زي كذا واحد. طب هذا مغطي على الجميع صح؟ زر الماوس اليمين برضو وانت واقف عليه، في عندك هنا الموضع ارسال الى الخلفية. تمام، صار في الخلف هذا المتسلسل، وهذا فينا نحطهم في النص. هاي في عندنا هنا النص، بدك تكبرهم تحطهم بول، تحطهم بول. هاي هذا التقرير، نعمل له عرض نشوفه. هاي طبع لي 1، هاي طبع لي الإجابة. لاحظوا الإجابة ايش مالها؟ ماشي، لا انا معبي بيانات بالشكل هذا، بدي ايش اسوي فيها؟ بدي اكبر. انا وين هل اكبر هنا؟ لا، حتى هذا ايش بعملها؟ اي ممكن اصغرها كمان عادي. تمام، وهي هذا بدي انزله عشان يحتوي الجميع شوية هيك. لما صغرته هذا بدي اتأكد من خاصية ايش؟ قابل للنمو وقابل للتقلص. هيها تحت في الاسفل في التنسيق، في خصائص اللي هو كل مربع نص تحت ايش كاتب لك هنا؟ قابل للنمو ايش حاطه هو؟ بدي احطه نعم. قابل للتقلص نعم، يعني عدد صغير يصغر، عدد حجم كبير في صفوف كثيرة بيانات كثيرة بيعبي. نرفع هذول مع بعض كلهم تحت بعض، هاي صيغة السؤال والإجابة الموجودة باستثناء طبعا مين؟ ناخذ هذه وهذه، هنا شيفت ضاغط على الكيبورد وبعلم عليهم 1 1. ليش ما عملتش خط؟ لأنه هذا المربع النص بدي يجي المربع البوكس هذا اللي بده يكون محوطهم. هاي محاذاة إلى أعلى، صاروا جنب تحت بعض. بنصغر هذه شوية أو بنكبرها على أساس تعطي منظر حلو، أو في طريقة ثانية الآن حأحكي عليها. تمام، بالشكل هذا. هاي عرض. صيغة السؤال، هل قمت بعمل خطة شخصية لك كطالب؟ الإجابة بكون جاوبت أنت. تمام، الآن إيش بدك تسوي؟ لو أنت زودت البيانات، لو أنت زودت إيش البيانات؟ يعني وين في أسئلة المسابقة؟ هاي ال ماش حطيت الأسئلة. شكلنا مش عاملينها، تركينه إلكم. ها ماشي، وين أنا كنت أعبي؟ هاي الإجابة. يعني لو أجيت بدي أعبي هنا، ها
بدي انتقل هنا هاي بيانات اي بيانات بتنسخ بتنسخ من الانترنت بتحط تجرب او بتكون انت مختبر. هذه بيانات صارت اكثر من ايش؟ اكثر من سطر صح؟ هل حعدل بالتقرير الان؟ لا بسكر هذه هيك. نعم اجي على التقارير اللي عندي هنا هيها اسئلة انجزت ايش سوى هو؟ قلت هذا عمل لي مشكلة هذا مش راضي ينمو معاها. شايفين المربع السكني هذا الاطار السكني في الحالة هذه ما بديش اياه كله اصلا. انا ليش حطيته؟ بدي اميز ممكن اعمل له ديليت. في هنا في التفاصيل في خاصية هنا اسمها لون اسود بديل. هذه مهمة كثير جدا. كثير الناس لما بتقرأ البيانات بحاول هو يحط لك لون سطر الاول لون وسطر الثاني لون عشان عينك وانت بتطلع تقرا التقارير تركز مع اللون. فاللون الاسود البديل لاحظوا هنا ما ايش في عندنا لون اسود بديل مش مبين عندي صح؟ فبتطلع الان لما ارجع له في خصائص التفاصيل لون اسود بديل اختار لون ايش ما بدك تمام؟ بتختار لون الان مميز هاي ازرق بدي احط لون مثلا اصفر. ما بينش، متى ببين؟ لما اعمل عرض البيانات. ليش ما بينش هذا؟ لا حفظت صح، هاي حفظ بعمل. هاي اسئلة انجزت. طيب ليش؟ طريقة عرض معينة قبل الطباعة. لا الاصل انه يبين. نشوف هنا لون الخلفية. لون اسود بديل الاصل انه يبين يعني يبين حتى على هذول كمان هنا يعني مش بس هذه تأثير خاص نشوف التأثير نغير في التأثير ما بينش ليش هذه صارت صفحة ثانية الان بنشوف ايش المشكلة مش عارف انا ايش المشكلة تمام ليش هذه طلعت هيك ايش حل هذا بتصيد معاك حتى من طابع لطابع بكره تمام الحل انه انت تصغر اللي هو الحجم هذا العرض اي واحده يعني احدى العروض هي معطيك هنا علامه ايش بحكي لك هنا ازاله مساحه التقرير الزائده انت ما فيش عندك فبدك تضطر تصغر انت انا هكبر هذه اجيب هذول كلهم هيك الزوايا اللي على الشمال واصغرهم هيك بعد ما صغرتهم بمسك من هنا هيك وبعمل تضييق للمساحة هذه تمام نشوف هذا الكلام كيف صار هاي عرض هاي معاينة قبل الطباعة كم صفحة صار عندي هنا صفحة هاي الصفحة الثانية برضو جاية الحالة هذا ايش بدي اسوي لا مش حيبين هيك في الورقة بدك تكبره بتكبره انت تمام الآن إحنا برضو لا تزال المساحة إشمالها كبيرة شوية بدي أصغر كمان نتفة صغيرة تمام بعدها أمسك هذه أو أسحب وهاي معاينة قبل الطباعة هيك صارت كم صفحة عندي صفحة واحدة أنا مش معطيني للتنقل هيها باهتة هذه الحالة هذه الأمور تمام الآن أنت بدك تكبر أنا الخط كبر الخط كيف بدك تكبر الخط هيو هنا في الصفحة الرئيسية فيك تكبر الخط اي 14 تمام الان لازم كلهم يكونوا ايش هي كنترول زد بدك تحطهم كلهم 14 حطهم كلهم 14 هذه بدها تكبير شويه فممكن نكبرها ل 20 وممكن نوسع من المساحه هذه لو بدي احط صوره شعار عادي باجي على تصميم هنا في عندك موضوع الصور هاي في هنا شعار بتضغط بتضيف اللي هو صورة من هالصور خلينا اجيب صورة اي شعار بدي اياه فليكن هذا الصورة هاي شعار غزة تمام هاي الشعار فيك تكبره مش راضي يكبر تمام اذا مش راضي يكبر معاك
الحجم اللي انت شايفه، بدك تدخل على خصائص الصورة نفسها. خصائص الصورة هنا وضع الحجم، هنا في تكبير وتصغير، في قطع جايب جزء من الصورة، يعني هذه الصورة كبيرة، في تمدد بكبر وبصغر، هذه هي أفضل وحدة بالنسبة لك، تمام؟ بيعبي المكان الموجود. أما تكبير وتصغير بتلاحظ هنا في فراغات هي صارت، تمام؟ فالتمدد إذا ما شوهش الشعار فيك إنك أنت تعمل معه. فهذه هي طريقة لوضع مين الصورة. عندي إشكالية لا تزال في موضوع اللي هو اللون الأسود البديل، مش قصة كتير الآن، في شغلات هنا خصائص لازم أنت تتدور عليهم بصراحة، خلال الفترة الجاية تدور عليهم. أوكي، هاي أول تقرير. أسئلة أنجزت، حددته هنا، وهي رقم واحد، وهي البيانات اللي كيف بدي أستدعي التقرير هذا؟ كيف بدي أستدعي التقرير؟ الأصل إن أنا أستدعي التقرير من النموذج من هنا، صح؟ بدي أحط له زر، ففيك إنك تيجي هنا، نرجع على تصميم النموذج، ممكن أضيف لك صفحة في الآخر، هنا كونه إن أنت بدك تعمل وجهة واحدة، يعني بدكش تعمل انتقال من مكان لمكان، أضيف صفحة جديدة، هي إدراج صفحة، وأكتب عليها التقارير، أكتب عليها إيش؟ التقارير، هاي خصائص الصفحة، بس العنوان تبعها في التسمية التوضيحية التقارير، تمام؟ هحط زر، هاي زر بسيط، شوفوا ما يعني مش هتكتب كود ولا حاجة، هاي زر، إيش بدك تسمي الزر هذا؟ أسئلة لم تنجز، صح؟ إيش في هنا؟ عمليات إيش؟ تقارير، عمليات إيش؟ التقارير، في عندك هنا فتح مين؟ تقرير، في معاينة، في طباعة، في إرسال تقرير إلى ملف. تمام، وفي أعتقد هنا في المتنوع ممكن إنك أنت تعمل شغلات ثانية، لا مش موجودة، من جوا الماكرو بنعملها، إحنا نبعته ملف PDF مثلا أو حاجة زي كده. خليه معاينة التقرير، بعد ما تعمل معاينة هتطلع لك قائمة، أنت هتختار بعد كده إيش بدك تسوي، هذه برضه من الأكسس موجودة وجاهزة. أي التالي، أي تقرير بختار التقرير اللي أنا بدي أفتحه، بدي أعمل له معاينة، التالي. بعطيك ايقونه تختار الايقونات اللي بدك اياها، او بتكتب هنا ايش عنوان للتقرير، اسئله اون جي زت، اسئله ايش اون جي زت، التالي. فيك تغير الاسم هذا او تخليه زي ما بدك، كوماند 12 مثلا، او تسميه زي ما بدك. هاي زت، صفت الازرار ورتبهم بالمكان اللي بدك اياه. في العادة ينصح دائما، هذه من توصيات اليوزر اكسبيرينس، تمام، انه الازرار ما تاخذش حجم اكبر من مين الليبل تبعها. في شغله حلوه بنعملها في الازرار، وهذه بالمراجعه يعني للنماذج فيك انك ترجع لها، لما بتعلم على الزر في عندك هنا، في غير ذلك في حاجه اسمها اظهار المؤشر عند المرور. مين هو المؤشر؟ تحكي له يد ارتباط تشعب، بيعطيك هيك التفاعل اكثر، خاصه الناس اللي عندها احساس صار في الانترنت وين في رابط بده يتحول لايد، فانت حطها يد ارتباط. هاي ملف، هاي حفظ، هاي اللي بكون شغال هنا، هاي التقارير، بضغط اسئله انجزت، هاي التقرير، وهي هذا علامه التبويب اللي حكينا عليها، معاينه قبل الطباعه. فيك انك انت تطلع لملف اكسل، طلعه لملف PDF، تمام، وتغير وتبدل في الموضوع هذا. هاي التقرير، هاي ملف PDF مثلا بدك تبعته عبر الانترنت، هاي اسئله انجزت، بدي احطه في المستندات مسابقات دوليه، هاي مسابقات دوليه، هاي نشر، اعمل لي ملف هيو PDF، هذا هو، يعني ما تغلبتش كثير. بدك تطلع PDF على طول، يعني من غير ما تعمل معاينة، برضه هذا الكلام بجوز، ما في إشكالية. هاي إغلاق، ممكن نعمل تقرير ثاني وتأزر ثاني وثالث. لاحظوا الإيد كيف صارت بالشكل هذا. بس طبعا التقرير هذا في إشكالية، عارفين إيش هي؟
انه لاي مسابقة الان؟ عشان انا مدخل مسابقة واحدة صح؟ طب لو مدخل مسابقة ثانية، التقرير هذا المفروض يرتبط الاستعلام تبعه بمين؟ بالنموذج اللي انا فاتحه، المعيار عشان نيجي نفتحه. فلاحظ هنا بدنا نرجع للاستعلام المبني على التقرير. الاستعلام المبني على التقرير مين هو؟ اسئلة انجزت. ايش المعيار اللي فيه؟ هو بس ان المسودة فاضية، بس الاصل ان هو موضوع المسابقة هذه. تمام، كلمة المسابقة شايفينها هذه تكون هي مرتبطة بالنموذج. مرتبطة بمين؟ بالنموذج. كيف اسوي؟ بخلي النموذج شغال تبعي هذا. ايش اسمه الحقل هذا؟ اسمه تعريف المسابقة. بحكي له بدي تجيب لي التقرير هذا حسب المسابقة اللي انا واقف فيها، اللي انا موجود عندها. زر الماوس اليمين، حقل هذا اسمه تعريف المسابقة. تمام، جميل. خليه محمل، خليه فاتح هيك. باجي على اسئلة انجزت، عرض التصميم، هاي تعريف المسابقة صح؟ بجيبه، هاي دبل كليك. بديش اظهره انا، ايش بدي اسوي؟ بدي اربط نتيجة الاستعلام هذا بالنموذج. زمان علمتك تحط معيار انا، سواء اللي داخل الاقواس هذا صح؟ هذه المرة لا، تعال هنا على نفس المعايير، نفس المكان، بس بدل ما تكتبه انت اضغط بزر الماوس اليمين واختار انشاء. اختار ايش؟ انشاء. هنا بدي اربط عرض البيانات بالبيانات اللي بتورد على النموذج، فهي انشاء. فباجي هنا على اسم المشروع تبعي كله، البرنامج الاكسس. في هنا فورمز، نماذج، يعني في نماذج محمل، عشان كده تو حكيت لك خليه ايش؟ مفتوح. تمام، هي نماذج محملة. عندي نموذج المسابقة، وفي نماذج فرعية إذا بتتذكروها. أنا ما بدي النماذج الفرعية، بس إذا أنت بدك تجيب البيانات حسب نموذج فرعي بتجيبه. في المسابقة هنا قائمة الحقول، إيش في عندي هنا؟ لو كنا ندور على مين؟ على تعريف المسابقة. لما أضغط عليه دبل كليك حكالي إنه أنا حفلتر لك البيانات في الاستعلام، وبالتالي التقرير حيعرض ما تم عرضه في الاستعلام بحسب ما تعرض أنت على النموذج. ايش ببين عندك؟ تعريف المسابقة ببين، هاي موافق، وهذا شلته. هيك صار ربط سليم مع النموذج. تعال اعرض هنا التقارير، هذه فاضية، شوف هذه فاضية صح؟ تعال اعرض هنا ايش حكالي؟ اشي فاضي، ما جابش شيء، اغلاق. ارجع رجوع خطوة لورا، انا هنا مسابقة رقم مين؟ واحد، معبي لها بيانات، اسئلة انجزت، هيها. هيك صار يطلع عندك الشغل صحيح 100%. هذا تقرير من نوع عمودي، تقرير من نوع ايش؟ عمودي. في تقارير ثانية، المسابقات التي تتبع لمجال معين. أنا برجع حدد المجال، بدل ما أجي أحدد المجال أنا وأكتبه، نفس الطريقة تو بدي أكررها كمان مرة. أنا وين شغال هنا؟ هاي جوائز المسابقة، وين في المجال؟ هي التميز مين؟ الأكاديمي، صح؟ فيك إنك تطبع التقرير، تحط تقرير هنا، يطبع لك كل المسابقات ذات نفس المجال صح؟ فبالتالي بدي احكي له انه القيمة تبعت هذا الاستعلام من وين جاية؟ من التميز الاكاديمي اللي انا عارضه هنا هذا صح؟ هذا لو غيرت هنا تكنولوجيا التعليم، تمام، صار التقرير المسابقة هذه تكنولوجيا التعليم، فيعرض لي كل المسابقات اللي تخضع لنفس القيمة اللي موجودة هنا. كيف بدنا نسويها؟ ببساطة بتيجي هنا، بدل ما نكتب هذه القيمة وما يطلع ليش حاجة، هاي عرض التصميم، هذه تذكروها كلمة لايك كذا كذا كذا. تمام، بدي اعمل تقرير ثاني، نفس نسخة عن الاستعلام، اسف، هاي نسخة، هاي نسخ، وهاي لصق. استعراض المسابقات، تمام، التي تقدمت لها من نفس من المجال. الآن حشيل مين؟ هاي عرض التصميم، حشيل هذه كلمة لايك، هذه ما بدي اياها الآن. اها، بدي اياه يجيب لي البيانات الموجودة على النموذج، يعني زي هذا الحقل. هذا الحقل ايش اسمه؟ تعال نشوف الحقل هذا ايش اسمه. بطريقة عرض التصميم نيجي على المجال، هي ايش اسمه؟ المجال. اذا المجال في المسابقات،
هاي مرة ثانية عرض التصميم، هي موجود. وين الفلترة بدها تكون؟ عنوان المجال صح؟ هاي إنشاء. قد تواجهنا مشكلة، حضطر أضيف معلومة جديدة. إن شاء الله ما بتواجهني إشي. هاي المسابقات، في عندك مين هنا؟ المجال صح؟ هاي. بس المجال هذا الآن هو فعليا رقم وليس عنوان، تمام؟ هحطه الآن. أي موافق؟ وهسكر. اعرض البيانات الآن. إيش المجال هذا؟ تكنولوجيا التعليم. طبعا هذه هي نفسها المسابقة، هذه مسابقة الكلية الجامعية الأفضل طالب متميز، الآن صار نوعها تكنولوجيا التعليم. استعرض، ما جابش إشي. ليش؟ لشغلة بنفس الصيغة هذه هنا بصراحة، بدي اضطر اجيب هنا بدل ما احط عنوان المجال، بدي اروح اجيب تعريف المجال، لان العنوان اشي والرقم الموجود اشي، فبدي احط تعريف المجال بعد اذنكم، واشيل الصح واحط المعيار اللي توي حطيته، لانه هذا مربع تحرير وسرد، هذا اللي توي كان موجود عندنا، هذا مربع تحرير وسرد، وفعليا رقم بتعامل معه مش عنوان. الان بتزبط، تمام، هي زبطت، لأنه أنا حطيت العنوان عندي للعرض وليست اللي هو يعني المعايير لا تعتمد على يعني العنوان، هذا نص واللي بيظهر هنا هو أصلا رقم، بس إحنا أخفيناه بعنصر تحكم اسمه مربع تحرير وسرد، تمام؟ هيك صار عندي الموضوع. ممكن إن أنا أحط زر هنا صح؟ طب زر أعرضه هيك ولا تقرير أحلى؟ إيش رأيكم؟ تقرير صح؟ ايش رايك نعمل تقرير الان جدولي؟ تقرير ايش ماله؟ جدولي. نيجي على هذا الاستعلام، نيجي هنا انشاء معالج التقارير، اذا ما جابليش اياها بدي اضطر انزل وادور عليه. هاي كل الدنيا، وهي اسم المسابقه ضروري جدا كمان، وهي عنوان المجال التالي. هو الآن بيعرض إياهم حسب المجالات، هو أنا أصلاً بدي أفرشهم مش حيبين إلا حسب المجال، خليها مش مشكلة، هاي مجالات المسابقة. التالي بديش أعرض، هذه المفروض تبين، لأن الشاشة عندي بس شوي يمكن عرض الشاشة وإعدادات الشاشة عندي عملت إشكالية عندي، خليه كما هو مش إشكالية. التالي، تمام، هاي تخطي، التالي مجالات، هيها ظهرت عندي نفس الكيفية. بندخل على اللي هو تصميم الاستعلام، بنصغر اللي هو المساحة المعطاة لنا هذه. كنت انت مع الفترة حفظت كم سنتي هنا؟ هي تقريبا 20 ضمن المجال، لو كبرت شوية هيك تقريبا برضو ضمن لاحظ ايش ظهر لي هنا، انه عندك مشكلة، ويحكي له انا ايش، انا ازالة التقارير الزائدة، يعني حيشيل لي المساحة الزائدة عشان ما يصيرش عندي فراغات، أي مساحة، فتقريبا جاية في المساحة هذه، يعني عند 19.5، لاحظ المسطرة، هذا عرض الورقة مناسب إلي. في معيار ثاني لو في إعداد الصفحة اللي هي الهوامش، تعرفوها أنت الهوامش هذه زي الوورد مثلا، بتصغر الهوامش هيك بصير عندك إمكانية إنك تعرض البيانات بشكل سليم. هاي عرض التقرير، هاي يبين عندي، هذه طريقة إنك أنت تعدل عليها، بديش أعطيك إياها. خلي لما نيجي هنا يا شباب، لما نختار طريقة العرض هذه، شايفينها؟ هذه المستخدم بيقدر يعدل حتى لو مش انت مش موجود، المستخدم النهائي هو بيجي بيشتغل بيقدر يعدل على التقرير، يقلل، ها لاحظ، يكبر، تمام، في بعض الشغلات. فانت خليه الان معاينة قبل الطباعة نشوف التقرير. هاي التقرير موجود بس مش حلو، بده تظبيط. زي ايش ممكن اظبط انا؟ الحواف، يعني باجي هنا هي حاطط لي العنوان موجود في الأعلى واسم المسابقة، بدك تحط الحواف، أو ممكن تمسك هذول هيك نزلهم في المكان هذا. إيش هذا اللي ظهر؟ حط لي كل المسابقات حسب المجال، يعني كل مجال بمجاله، يعني مجال التكنولوجيا المالية مثلا 10 مسابقات، مجال ثاني بحط لي مسابقات ثانية وهكذا، وهذا هو اللي صار معانا تو. هذا المجال يعني لأنه جاي البيانات من أكثر من جدول،
تمام باستعلام جاي من أكثر من جدول، وبقترح عليك، يعني هو ذكي، التقارير بقترح عليك التقارير بمستويات محددة. الآن إحنا في الامتحان مش هنطلب منك إلا إيش؟ نموذجي وجدولي، انكثرت يعني بس، مش قصة كبيرة. إيه كيف بدي أعمل الحواف؟ فيك إنك تحدد هذول كلهم مع بعض وتحكي له مثلا محاذاة إلى أعلى، هذه عارفينها صح؟ إيش في هنا؟ بزر الماوس اليمين زي ما في لون التعبئة الخلفية في لون الخط أو المقدمة، هاي لون أسود، صار لون الخط أسود. في التنسيق هنا في هنا المخطط التفصيلي للشكل اللي هي الحواف، مخطط التفصيلي للشكل حط الحواف الخط صار لونه أسود مثلا، أو بدي أحطه لون أميز لك إياه، هيو أحمر الآن عشان تشوفه. اعرض التقرير أي صار لونه إيش؟ أحمر. بدك تجيبهم جنب بعض، حتى اللي تحت بدك ترتبهم. هذول إيش بدنا نسوي فيهم كمان؟ نفس الشيء حددناهم، بنحطهم مع الأعلى هذول ونجيبهم محاذاة كلهم على اليمين مثلا زي بعض، تمام؟ بنعلم عليها. إيش بدك تحط لها؟ حواف صح؟ ففي عندك في التنسيق هنا في مخطط تفصيلي للشكل، أنا بدي أحطه أسود طبعا لأنه اللون الأحمر مش هذا. طيب انا شايف انه هذه بدها شويه تكبير، فبحكي له الحجم الاطول، الاطول يعني الاكثر ارتفاعا من هنا. اوكي، هاي التقرير بالشكل هذا، قبول الطلب، الاعلان عن مسابقه، اسم مسابقه، حيظل يكرر، يظل ايش يكرر نفس الكيفيه اللي تو حكيت لك عليها. فيك تحط مربع يساوي وتكمل وتعمل عمليات الترقيم التسلسل. هذا التقرير كيف بدي استدعيه؟ ايش اسمه؟ مجالات المسابقات. أنا بدي استدعيه، بديش استدعيه في التقارير، جنبها ايش بدي اسوي؟ زر. هاي طريقة عرض التصميم، نفس الفكرة اني بكرر يا شباب، باجي على الزر، لا زر، بدي اجي اضيف الزر واحطه هنا في المكان هذا، تمام؟ هاي عمليات ايش؟ التقارير. بدك تعمل طباعة اعمل له هاي معاينة مباشرة. التالي مين هو التقرير؟ مجالات المسابقة التالي. هذه المرة ايش بدي اسوي؟ بحط صورة، بديش احط اشي كبير، وهي انها اي هذا بدي اجي احطه هنا، كبيرة ايش بدي اسوي فيها؟ اصغرها، هيها هيك الجاية، اخليها ايد، ايش باجي هنا؟ اظهار المؤشر، يد ارتباط، هيك صار الشغل احترافي. تيجي هنا بده ازاحة شوية، هاي التعليم، هيجيب لك المسابقات اللي في التعليم. طبعا هاي هاي شلتها، فيش اشي، ها يجيب لي هنا فاضي. ليش؟ لان انا لما اجيت على الاستعلام هذا نفسه حكيت له روح جيب لي البيانات اللي موجودة في النموذج، ولما اخترت اخترت حسب مين؟ اللي هي فلترة البيانات الموجودة في النموذج. هذا يعني أكثر الأشياء ممارسة مع آلاف التقارير ممكن أنت تعملها. هذه هي المهارات المطلوب أنك أنت إيش تتعلمها. هيك أنا بكون أنهيت الحديث عن التقارير بالحد اللي أنت بيلزمك، نفس الكيفية بتكرر المهارات مع كل التقارير. يعطيكم العافية.